إنهم مزامير المحراب، محراب الحرمين. إنها البكيرية العامرة بمنطقة القصيم، موطن الرائعين والمبدعين وذائعي الصيد في القرآن الكريم وعلومه الشريفة. إنها البكيرية التي ولد بها محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز السبيل عام 1345. الوالد رحمه الله تعالى كان حريصاً على طلب العلم، وكان هذا بتوجيه من والديه. ويذكر الوالد رحمه الله تعالى مما جرى عليه العمل في طلب العلم في البكيرية أن أول ما يشتغل به طالب العلم هو حفظ كتاب الله عز وجل، وكان الوالد يرغب أن يجمع مع حفظ كتاب الله تعالى الاشتغال بتحصيل العلوم الشرعية الأخرى، لكن الذي كان عليه منهج المشايخ أنه لا بد أن يتم أولا حفظ كتاب الله عز وجل ثم يلتحق بحلقات العلم الأخرى. يقول الوالد رحمه الله: وكنت أرغب في حضور حلقة الشيخ محمد بن مقبل، وكان قاضي البكيرية في ذلك الوقت، لكنه كان يعلم أن الوالد لا يسمح لي بالالتحاق بأي حلقة من حلقات العلم حتى أتم كتاب الله عز وجل كاملا. فلما قرأ الوالد أكثر القرآن وقارب على ختمه، أذن له والده أن يلتحق بحلقات العلم، فأقبل على الشيخ محمد بن مقبل ومعه الكتاب الذي سيدرسه في علم التوحيد. فلما رآه مقبل الشيخ محمد بن مقبل تبسم في وجهه وقال: لعلك أتممت حفظ القرآن. فقال الوالد: نعم. قال: نعم، أهلا بك. ورحب به وقربه في مجلسه، وصار الوالد يقرأ عليه. يقول الوالد: فكان هذا من الأمور التي أثرت في تحصيله ورغبته وحرص الشيخ عليه، وكان يوصي بمثل هذا المنهج في مراعاة المعلم لتلاميذه وحسن التودد إليهم بما يحصل به المقصود من تلقي العلم والرغبة فيه والحضور في مجالسه لأجل هذا المعنى. الوالد يعني أنه قضى يعني عمره كله تقريبا في التعليم، في التعليم النظامي في بداية حياته عندما كان في القصيم طبعا، والتعليم عندما جاء إلى مكة من خلال دروس الحرم يعني. ولذلك فالوالد يعني يهتم أحيانا بمحاولة تيسير المعلومة للطالب. فمثلا في مذهب الحنابلة شروط البيع 7، فأراد أنه يضبطها للطلبة فكتب يعني: شروط بيع 5، رشد وعلم العين والأثمان، إباحة وملكه ثم الرضا وقدرة التسليم، فافهم ما مضى. وجد أن الطلبة أحيانا يخلطون بين الكوع والكرسوع، فنظم في هذا: واعلم بأن الكوع يا غلامي هو ما بدا من أسفل الإبهام، وعكسه الكرسوع تحت الخنصر، فافهم كلام العربي واحفظ تبصري. استمر رحمه الله تعالى في طلب العلم والالتحاق بالدروس العلمية، فتتلمذ في مدينة البكيرية على الشيخ محمد بن مقبل، وكان قاضي البكيرية فترة طويلة، كما تتلمذ أيضا بعد أن انتقل إلى بريدة على الشيخ عبد الله بن حميد، ثم لما جاء إلى مكة أيضا تتلمذ على الشيخ سعد ياسين وهو من علماء العالم الإسلامي المعروفين، وقرأ عليه القرآن قراءة كاملة، وأجازه الشيخ رحمه الله بقراءة حفص عن عاصم، كما تتلمذ على الشيخ عبد الحق الهاشمي وهو من علماء العالم الإسلامي المعروفين في مكة المكرمة، وأجازه الشيخ أيضا بمروياته.
وتتلمذ على عدد كبير من العلماء والمشايخ في مختلف البلاد. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. واصل الشيخ محمد السبيل رحمه الله طلب العلم بقوة وتميز وتفرد على يد فضيلة الشيخ عبد الله بن حميد الذي كان وقتها رئيسا للمحاكم الشرعية في منطقة القصيم. لم يكتف الشيخ محمد السبيل بإجازات القراءات القرآنية العالية التي أخذها كابرا عن كابر، فلقد كانت نهمته البحثية والعلمية مبدعة ودائمة ومتدفقة لا يمنعها حد ولا يقف دونها سد. فبدأ الوالد التدريس في مدينة البوكرية في أول مدرسة افتتحت فيها عام 1367 وهي المدرسة العزيزية بالبوكرية، واستمر مدرسا فيها حتى بدأت المعاهد العلمية تفتتح في المملكة في مناطقها المختلفة، فكان مما افتتح المعهد العلمي بمدينة بريدة، ورغب المسؤولون عن المعهد وعن التعليم وعلى رأسهم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى أن يلتحق الوالد لما عرفه من علمه ومكانته ليكون مدرسا في المعهد. طبعا أنا التحقت بالعمل في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في عام 1419، وكان عملي في الميدان، يعني كان عملي في هيئة المسجد الحرام في صحن الطواف، فلقائي بالشيخ كان إما في صحن الطواف عندما يأتي بين المغرب والعشاء بيأخذ جولات، يعني سماحة الشيخ عليه رحمة الله كان يحب أنه يأخذ جولة على الزملاء في الميدان بين المغرب والعشاء لأنه يصلي فرض العشاء بعد ذلك، فكان لقاءنا يكون في هذا المكان. طبعا المكان الآخر هو درس الشيخ، الشيخ عليه رحمة الله كان له درس بعد صلاة الظهر يشرح فيه الفقه والعقيدة، كان يشرح كتاب قرة عيون الموحدين وعمدة الطالبين، كان له حلقة كبيرة في المسجد الحرام بعد صلاة الظهر، يعتني بطلابه، فتميز حقيقة الشيخ محمد السبيل عليه رحمة الله بجوانب عديدة. من الأعمال الجليلة التي تمت في المسجد الحرام اقترحت هيئة كبار العلماء عام 1410 أن تشكل لجنة من 3 من كبار العلماء وهم الوالد رحمه الله والشيخ عبد الله بن بسام والشيخ عبد الله بن منيع، فشكلت هذه اللجنة ووافق عليها المقام السامي وبدأت هذه اللجنة أعمالها، وكان مما قامت به بتوفيق الله على فترة طويلة
أنها استطاعت أن تحدد عبر الأقمار الاصطناعية مكان أعلام الحرم على كامل محيط الحرم، التي تحدد حد الحرم بمعنى أن يعرف المكان الذي يكون داخل البلد الحرام والذي تحصل فيه مضاعفة الصلاة والعمل الصالح وغير ذلك من الأحكام المتعلقة به. في ليلة يعني من الليالي كنت في جولة، الجولة معتادة في صحن الطواف، يعني ننظم المصلين ونقوم بتوجيههم، نوجه النساء إلى مواقع مخصصة وهكذا في ذلك الوقت. فلما كنت في صحن الطواف في الجولة المعتادة أحسست بمن يمسك بيدي، فلما التفت فإذا هو الشيخ محمد السبيع، فقال ما كأنكم تأخرتوا. يعني الوقت مضى وأنا ما انتبهت إلى أنه لم يتبقى إلا يعني تقريبا 10 دقائق، فوجهت في الجهاز اللاسلكي الزملاء بأنه بدأ المنع ويوجه الناس للمصليات وينظم المصلين في صحن الطواف حتى يكون في مجال للصلاة. فكان دقيق جدا يعني ويهتم بأدق التفاصيل، ولكن مع ذلك كانت عباراته حانية وأبوية، يعني مسؤول وأب في نفس اللحظة. عندما يعاتب أحيانا يعاتب بأبيات يعني، ولذلك أحيانا قد يكتب لبعض الطلبة وقد كتب بالقلم الأحمر، فقال لا تكتبن بأحمر فلا ربما قال المصحح لم فعلت فتخجل، يعني كتبها بشكل عفوي وتلقائي يعني. لقد أجرى فضيلة الشيخ محمد السبيل ما يربو على 100 رحلة دعوية وتثقيفية وعلمية خارج حدود المملكة، شملت أكثر من 50 دولة من دول العالم. ما قد يغيب عن ذهن بعض المسلمين من محبي الشيخ السبيل رحمه الله أنه كان أديباً ملهماً ومهتماً بالأدب وفنونه وقارئاً نهماً في شتى المجالات، ولكن القليل فقط ممن عاصروه ورافقوه في حياته حالفهم الحظ للاستماع إلى أدبه وقصائده وحتى مرثياته. الوالد رحمه الله تعالى قام بالعديد من الرحلات لعدد من دول العالم الإسلامي وغير الإسلامي، وسافر رحمه الله إلى أكثر من مئة رحلة حول العالم، وزار خلالها أكثر من 50 دولة من دول العالم. بدأها في أول رحلة كانت عام 1395 لدولة غينيا في زمن الرئيس أحمد سكتوري رحمه الله تعالى. طبعا من اهتمام الشيخ بطلبة العلم استأجر مبنى وجعله وقف لطلبة العلم من المتزوجين يسكنون فيه حتى ينهون مراحلهم الدراسية، خاصة الذين يأتون من خارج المملكة من أجل أن يطلبون العلم هنا وينهلون من المنهل الصافي من رحاب الحرم. فكان الشيخ ممن ييسر لهم ويسهل لهم مثل هذه السبل. يعني كثير من وقته كان إذا كان في المنزل يقضي في المكتبة، ويتنوع طبعا على حسب الأحيان، تكون لديه بعض الأبحاث العلمية وكذا والفقهية، لكن عندما يكون هناك متسع من الوقت فيقضيه بما يعني يميل إليه الحقيقة الوالد، وهو قراءة في التاريخ وفي الأدب وفي اللغة. ترى في خطبه معالجة القضايا الاجتماعية كان يركز على بعض القضايا، منها بر الوالدين، قضايا الزواج وتيسير المهور، ما يحتاجه الناس في حياتهم اليومية. وتذكروا عباد الله أن من محاسن دين الإسلام ما شرعه من البر والإحسان بين أفراد المجتمع، حيث أكد ديننا الحنيف على العمل بذلك والاتصاف به كمنهج ينهجه المسلم في حياته وفضائل يربي عليها أبناءه، فإن للإحسان الأثر الأكبر في حصول الوحدة بين أفراد المجتمع. آه 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 آه
الوالد يعني ليس مكثرا من الشعر الحقيقة، ويعني أحيانا تهيج مشاعره فيضطر إلى أن يكتب القصيدة، يعني هو لا يستدعي الشعر لكن الشعر هو الذي يستدعيه. من أهم القصائد التي ذكرها الوالد في حادثة استشهاد الملك فيصل رحمه الله، ومن المشهور أيضا أن الملك فيصل رحمة الله تعالى عليه كان يسأل الله الشهادة أن يموت شهيدا في سبيله، فالوالد ضمن هذه الأبيات في رثائه رحمة الله تعالى عليه، وقال في هذا: خطب جليل وهول فادح جلل، تجرعت كأسه الأملاك والدول، رزية هزت الدنيا وساكنها، وماد منها سهول البيد والجبل، أنست مصيبة كل مكلوم وذي أسف، ورققت هول من بانوا وقد رحلوا، أرى العيون تسيل الدمع خاشعة، وللصدور أزيز حفه الوجل، سحبان جراءها في مأزق حرج عن وصف حالتها وابتزه الفشل، إلى أن يقول: فجيعة الفيصل الحامي الذرى قصمت ظهر العروبة واندكت لها القلل، ينعي التضامن للإسلام رائده والمجد ينعاه والهمات والعمل، دعوت ربك في صدق فلا عجب أن يستجيب لمن يدعو ويبتهل، نلت الشهادة إكراما ومكرمة والله يختص بالإحسان من عمل، أشبهت فيها أبا حفص خليفتنا لما دعا الله ذاك السيد البطل، وقال: يا موئلي سؤلي وأمنيتي نيل الشهادة لا ملك ولا خول، في دار هجرتنا حيث الحبيب بها تلك السعادة هل يرضى بها بدل. وفي عام 1434 للهجرة، وعن عمر ناهز 88 عاماً، فاضت روح الشيخ محمد السبيل الطاهرة إلى بارئها. قضاها شيخنا الراحل في رحلة حب وإخلاص لكتاب الله وعطاء لجموع المسلمين من أرجاء الدنيا. رحم الله فضيلة الشيخ محمد السبيل وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم آمين. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طبعا الشيخ انقطع فترة عن الإمامة لمرضه، أصابته وعكة وبقي في البيت فترة ثم عاد للإمامة، فلما عاد يعني أعاد للناس الذكريات، فتذكروا ذلك الصوت الشجي الذي اعتادوه في صلاة العشاء، ففرحوا الناس بصوته، وكأن يعني تلك الصلوات كانت لوداعهم، يعني كانت في آخر أيامه. ثم بعد ذلك مرض الشيخ وتعب و اعتذر عن الإمامة واعتذر عن يعني عضوية هيئة كبار العلماء لمرضه. الوالد رحمه الله تعالى عرض له عارض صحي في عام 1433، وأدخل على إثره مستشفى الحرس الوطني في جدة، ورأى الأطباء أنه لابد من بقائه في العناية المركزة بسبب ألم وجده في صدره رحمه الله، وبين الأطباء أنه ضعف في عضلة القلب ويحتاج معه إلى المكث مدة في المستشفى، واستمر رحمه الله تعالى في المستشفى من شهر رجب عام 1433 حتى شهر صفر في اليوم الرابع يوم الاثنين، توفي رحمه الله تعالى، وكانت وفاته بعد صلاة العصر من يوم الاثنين، وصلي عليه
من الغد في يوم الثلاثاء بعد صلاة العصر، ودفن في مقبرة العدل في مكة المكرمة رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جنات. لطفه وتعامله يعني، خاصة احنا مرتبطين بصوته من الصغر، فهو محفور في الذاكرة، يعني محفور في الذهن. يعني ما راح يعني اتكلم بالمناسبة، سيثير شجون ما ودي انا اثيرها. جنازة حاشدة، محبي الشيخ وطلابه والقاصدين الذين صلوا في الحرمين، الكل حزن على يعني هذه القامة الكبيرة. فلا شك أنه أمر ليس بالأمر السهل، يعني نسأل الله أنه يغفر له ويرحمه موات المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في